انزل. ما ردتش عليا يعني؟ هنعمل ايه بالليل؟ لا انا براء النهارده. انا يا دوب هورد الفلوس اروح المطار اجيب اخويا الكبير. عقبال امالتك بقى جاي من العراق بعد غيبه 7 سنين. تعال طلع من خليل. صباح الورد. خش. يعني انت مش جاي؟ ولا اكني بكلم نفسي انا ها؟ يلا انا قايل لك من تحت انجز. ده مالك غامض النهارده؟ مين الراجل ده؟ في ايه؟ مساء الخير. مساء الورد. الفاتوره واوردر تسليم الكاميرات بتاعت البنك والفلوس. يا جدع انت بقول لك مساء الورد تقول لي فاتوره وفلوس وكاميرات، هو انت ايه؟ على طول متصربع كده؟ ما بالراحه شويه، ولا انت كده على طول حاني؟ انت عايز ايه يا هاني؟ يا راجل بقول لك مساء الورد. مساء الجمال. برضه الفاتوره واوردر تسليم الكاميرات والفلوس. يا بوي هو ايه ده؟ انا هعمل تليفون من عندك وطير. بقول لك ايه؟ لا تطير ولا ترقد، خليك مكانك هنا لغايه ما اقول لسيادة الليوة انك جيت. استنى هيك ايه؟ خش حديده ده يا ولد يا ولد. استنى 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 ارد على التليفون. استنى. الو. الو مساء الخير يا استاذ عثمان. انا عمر. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ربنا يديمها نعمه. ممكن اكلم علي؟ موجود جنبي. حاضر ثانيه واحده. خد كلم. الو يا علوة. عمر. ايه ده؟ قفشت ابوك كده من اول كلمة؟ عامل ايه يا حبيبي؟ بلعب. ماشي يا سيدي. كسبان ولا خسران؟ شوية كده وشوية كده. يا رب دايما كسبان يا علوة. شكرا. مالك يا رب اتكلمني اكنك مزنوق عايز تروح الحمام كده؟ عايز اكمل لعب. طب يلا. ممكن تديني ماما او عم عثمان اكلمه؟ ماما مش هنا، هديك بابا. بابا بابا. تعالى اكلم عمر. حاضر. ايوه ايوه يا استاذ عثمان. معلش انا عارف ان بكره يعني مش اليوم اللي باخد فيه علي عشان يقضي معايا، بس كامل اخويا جاي من السفر وما شافش علي من يوم ما اتولد، فيعني لو ينفع اخد علي بكره من المدرسه يقضي معايا اليوم وابقى ارجعه اخر النهار. طبعا يا عمر الموضوع مش محتاج استئذان. اي وقت. هي حياه مش هنا، لما تيجي هبلغها. شكرا جدا. سرحين. انت هتف ولا ايه؟ بفكر. طب سيادة اللي هو عايزك جوه. ادخل. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا عمر. ده عنوان فيلا بتاعت نبيلة هانم، مستنياك من بدري. تاخد معاك الواد صبيه ده اسمه شماته يا باشا. شماته. وتروح هناك على طول. على طول ده اللي هو امتى سعادتك؟ يا عمر دلوقتي. تروح دلوقتي حالا. حالا ازاي بس سعادتك؟ طب انا عندي فكره يا باشا، ما تبعت الواد انور وهو قاعد طول النهار ما بيعملش حاجه وعمال يشرب سجاير. انور دلوقتي بيشرب سجاير في الاوضه بتاعه في المعادي. يلا المقايسه كلها مش هتاخد اكتر من ربع ساعه، والفيلا قريبة. بطل بقى الحاجة الفاضية بتاعتك ديت عشان تزوغ من الشغل. يا باشا والله ما حاجك، أصل الفكرة كلها أنا أخويا الكبير جاي من السفر النهاردة، عايز بقى أروح المطار واستقبل. يا حبيبي، أنت طول الوقت بتشك من قلة الفلوس، روح أعمل مقايسة بتاعتك. كاميرا ولا اتنين وتاخد حقك، يلا. طب عندي فكرة يا باشا، الواد سيد بدل ما يروح الوطن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كنوز. وهيجي امتى؟ يا بنتي بقول لك جاي.